اليوم الثاني قواتنا المسلحة تنفذ مناوراتها العسكرية بكفاءة عالية، فتدمر غواصات وتنفذ إنزالات بحرية وجوية. وأحد تشكيلاتنا المدرعة ينفذ بنجاح ودقة مشروعا تكتيكيا عملياتيا بالذخيرة الحية. تابعت قواتنا المسلحة تنفيذ مناوراتها العسكرية لليوم الثاني على التوالي بكفاءة عالية، حيث قامت سفن مكافحة الغواصات في القوى البحرية بالتعاون مع الحوامات البحرية بالبحث عن الغواصات المعادية المفترضة في منطقة المسؤولية وتدميرها. وقد شاركت المدفعية الساحلية بتنفيذ الرمايات لصد السفن المفترضة المقتربة من الشاطئ وتدميرها. وكذلك قامت وحدات الضفادع البشرية والقوات الخاصة بتنفيذ إنزال بحري وجوي لاقتحام وتحرير موقع مفترض على الشاطئ من مجموعات السطع والتخريب المعادية. وقد نفذت المهام بنجاح تام ومهنية فائقة تؤكد التدريب النوعي والمستوى الرفيع الذي تتمتع به قواتنا البحرية. وبالتزامن مع المناورات البحرية قام أحد تشكيلاتنا المدرعة المعزز بالوحدات الميكانيكية بتنفيذ مشروع تكتيكي عملياتي بالذخيرة الحية بمشاركة مختلف أنواع الأسلحة بما فيها الطيران المقاتل وحوامات الدعم الناري والمدفعية الصاروخية. وقد أظهرت القوات المشاركة في المشروع درجة عالية من التعاون والانسجام بين مختلف أنواع القوات وصنوفها والقوات الاختصاصية، وروحا معنوية عالية ومهارة فائقة في التنفيذ وقدرة مميزة في إصابة الأهداف المحددة بدقة تامة، تؤكد أن قواتنا المسلحة الباسلة ستبقى على الدوام حصن الوطن وعينه الساهرة على أمنه وكرامته وسيادته.
حضر المشروع السيد العماد فهد جاسم الفريج رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة، يرافقه عدد من كبار ضباط القيادة العامة. وقد أثنى السيد العماد على المشاركين بتنفيذ المشروع لما أبدوه من اندفاع وحسن تنسيق وتعاون وقدرة على تنفيذ المهام في ظروف مشابهة لظروف المعركة الحقيقية.